السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في مطعم ماما. النهاردة هعمل لكم أحلى بليلة للشتاء، مشروب جميل ودافي وسهل العمايل بطريقة تسوية سهلة جدا وبسيطة، طعمها ولا أحلى. معايا هو كوبايتين من القمح، قمح البليلة متنقيين كويس ومغسولين كذا مرة، 4-5 مرات كده ومدلوق ميتهم لغاية ما المية فضلت صافية معايا، ونقعتهم في المية النظيفة دي لمدة على الأقل 2 ساعة علشان ما تعملش ريم ولا أي حاجة، لازم تتغسل كويس بفرق. نشا، جوز هند، مكسرات، فول سوداني والسكر طبعا. نبدأ على طول، دي حاجة بسيطة جدا. دلوقتي في حلة على النار حطينا البليلة بعد ما صفيناها زي ما انتوا شايفين كده، شوفوا قد ايه القمح مغسول كويس ونضيف عشان ما يعملش معاكي ريم على الجنبين. هنسيبها تغلي غلوتين وبعدين نوطي النار خالص، نسيبها على نار هادية علشان تستوي معانا بكويس وتفقش حبيبات القمح. النار لما تكون واطية هتستوي البليلة أسرع، وكمان هتطلع النشا اللي فيها وتبقى كريمية. احنا طبعا سايبينها دلوقتي على نار هادية، هي لا بتفور ولا أي حاجة خالص لأن احنا مخليينها على نار هادية. شوفوا على النار الهادية تطلع القمح النشا اللي فيه زي ما انتوا شايفين اهو، وفقش، شايفين استوى معايا اهو، وحطينا معلقة من النشا وعليها شوية مية وننزل على البليلة واحنا بنقلب. بقت معانا احلى بليلة، وهنسيبها بقى كمان تاخد غلوتين تلاتة ونبدأ نفضيها ونحليها. حطينا جزء من اللبن عليها، سكر الأول، وهنحط السكر وندوبه، وجوز الهند وسوداني، وألف هنا وشفا. اعملي أحلى بليلة ودوي أولادك في منتهى الجمال والطعامة، مفقشة وزي ما انت شايفة كريمي وطعمها جميل، بألف هنا وشفا. أتمنى يا جماعة ما تنسونيش في اللايك. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.